Advisor at Ministry of Local Development. Dr. Amani Faikhir, Professor of Economic and International Trade and Member, National Council of Women. GHADA KANDIL, Sub-Governor, Corporate Communication. Nancy ABDEL-AZIZ, ASAD, Director of Projects Department, General Department for Women Affairs, Care Sector. SARA, Deputy Director of Microfacial Policy Unit, Ministry of Finance. الموضوع الحقيقة أنا برحب بحضراتكم جميعا وبرحب بالمنصة. الموضوع اللي احنا هنبدأ فيه الكلام هنطرح سؤال مرتبط بالمشاركة الاقتصادية للمرأة. في الحقيقة المرأة مشاركتها الاقتصادية غاية في الأهمية لأي مجتمع بينمو وبيتقدم. ويمكن في دراسات كثيرة بتثبت إن كل ما بتزيد المشاركة الاقتصادية للمرأة ده بينعكس على معدل النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام. إحنا لاحظنا وفقا للإحصاءات مؤخرا في مصر إن المشاركة الاقتصادية للمرأة بتنخفض. يعني في دراسة عملها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أثبتت إن المشاركة الاقتصادية دي كانت دراسة ميدانية معمولة على عينة ممثلة. الدراسة دي أثبتت إن المشاركة الاقتصادية للمرأة انخفضت من 27% إلى 21%. وبالتالي ده بيقول لنا أو بيطرح علامات استفهام كبيرة. يعني في إيه إحنا قاعدين نتكلم على المرأة المصرية ودورها ومشاركتها؟ وفي إيه بنبص للأرقام والمؤشرات بنلاقيها بتبين إن في انخفاض في المشاركة. طب هل مصر هتستفيد بثمار الإصلاح الاقتصادي وهي مشاركة المرأة منخفضة بهذا الشكل؟ فدي علامات استفهام كبيرة جدا الحقيقة إحنا هنطرحها. هنتكلم فيها يعني على المنصة واللي يهمنا أكتر إننا ناخد آراء حضراتكم فيها، يعني ناخد الفيدباك بتاعكم. بس أنا هقول لكم من واقع تجربتي، أنا عندي مؤسسة أهلية بهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، فأنا عاملة فكرة تدريب سيدات وحاضنات في الملابس الجاهزة والسجاد اليدوي. أنا تقريبا دلوقتي مدربين أكتر من 1000 سيدة. الحقيقة الكواليتي أوف لايف اختلفت تماما بالسيدات دي، لكن كمان عملنا دراسات ميدانية لحالة الأسر دي بعد وأثناء وقبل ما ندي الخدمة دي. الحقيقة الدراسة بتشير اللي احنا عملناها إن الجندر برسبكتيف، يعني أنا باجي بتبرر لي بشكل كبير جدا انخفاض مشاركة المرأة الاقتصادية. الدراسة بتاعت المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتشير إن أهم سبب لانخفاض من 27 ل 21 إن المرأة متركزة أكتر في قطاع الأعمال العام وفي الحكومة، ونتيجة إن الحكومة مش بتعين فاللي بيطلع على المعاش ما بيتمش إحلاله بعمالة جديدة، وبالتالي ده أحد أسباب انخفاض المشاركة الاقتصادية. التجربة العملية بتاعتي بتقول إن المرأة المصرية عليها أعباء كبيرة جدا جدا، فهي بتغطي كل الانخفاض في مستوى الخدمات اللي موجود في مصر، سواء خدمات التعليم، خدمات الصحة، غيرها من الخدمات، فضلا عن إصابة عائل الأسرة أو أي حد من الأسرة هي اللي بتبتدي تتحمل هذه النتائج. كل المشاكل اللي بتعاني منها المرأة المصرية بتمنحها إنها يكون لها دور في النشاط الاقتصادي. فالجندر برسبكتيف مهم جدا، وأنا خبيرة في الجندر في النوع الاجتماعي. فيعني الحقيقة الدراسات الميدانية بتشير إلى إن في معوقات كبيرة جدا بتواجه المرأة المصرية للمشاركة الاقتصادية. ده بيحتاج مننا بعد ما نبص ننزل نشوف بنك المركزي معانا، أستاذة غادة معانا، وزارة المالية، أستاذة سارة معانا، وزارة التضامن الاجتماعي، أستاذة نانسي. الحقيقة إحنا هنلقي الضوء على التجارب الوزارات، لكن قبل ده كله بنطرح رؤية واعية. هل عند مصر
خطة للتمكين الاقتصادي للمرأة. النهاردة الحقيقة أنا سامعة أستاذة مايا مرسي في المؤتمر بتاع السلام بتتكلم إن في خطة، لكن السؤال الجوهري هل الخطة دي لاقين لها أثار على أرض الواقع؟ لأن الخطة دي المفروض تبقى على الماكرو ليفل، تنزل توزع أدوار ومسؤوليات لكل وزارة وكل جهة وكل مجتمع مدني، يبقى في آلية للمونيتورنج والإيفالويشن نقدر نقيم بيها الأداء شكله إيه وبيتحرك إزاي. ولو أنا رعيت الجندر برسبكتيف أكيد هقدر أحقق نتائج أفضل. فأنا بستأذنكم إن إحنا هنبتدي ناخد مداخلات من المنصة كل منها 7 دقايق بالكتير، وبعدين هنسمع آرائكم، وبعدين نطلع مع بعض بريكومنديشن على إزاي نفعل المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية كشرط أساسي لإنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي. كما أرى أنا أصلاً اقتصادية وشايفة إن الإصلاح الاقتصادي عايز جهد كبير عشان نقدر مش بس ننجح ونخليه سستينبل، ولكن نوزع آثاره على فئات كثيرة وبالتالي نحقق مزيد من العدالة الاجتماعية. هنبتدي الأستاذة غادة على دور البنك المركزي، واحنا عارفين كان في مبادرة عملها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة 200 مليار جنيه، فيهمنا إننا أستاذة غادة تقول لنا دور الجهاز المصرفي. اتفضل. خلوني أبتدي بدورنا كقطاعات مختلفة ودورنا مثلا كبنك مركزي. احنا بنفضل ان احنا نشتغل اون جراوند، يعني بننزل نشتغل على الارض مع الناس تشوف هم محتاجين ايه بجد، لان انا ما اقدرش ان انا اطلب مثلا مبادره او ان انا اعتمد على دراسات في كتب ومش حاجه شغاله من الواقع بتاع المجتمع. حلو قوي ان انا اشوف ايه حصل في البلاد الخارجيه وايه اللي بيحصل في مصر، ممكن يبقى حاجه مختلفه تماما. فلازم كدورنا في المجتمع عامة في أي قطاع لازم ننزل على الأرض ونشوف الواقع بتاعنا إيه. الواقع المصري مش بالضرورة زيه زي الواقع المختلف بتاع البلاد مثلاً في البلاد التانية مثلاً، وإن كان للشمول المالي مثلاً مع السيدات أو في الواقع مثلاً. أنا كبنك أنا ما أقدرش إن أنا أدي مثلاً تمويل لسيدة علشان مجرد إن أنا عندي مبادرة لخدمة السيدات أو لشمول السيدات، أنا ما أقدرش أعمل كده. الفلوس اللي عندنا أو الفلوس اللي البنك بيديها لأي مشروع ما بيبصش عليها بيبص على فيزيبيليتي بتاعة المشروع، ما بيبصش عليها إن هي ست ولا راجل، لأن في الآخر ديت برضه أموال ستات ورجالة. أموال البنوك دي أموال المودعين وليست أموال البنوك. فدوري كبنك إن أنا أبص على أي مشروع بحيادية ومش ان انا ابص ده ست ولا راجل. فانا هدفي في الاخر لو انا فعلا بقى عاوزه انمي دور الست في المجتمع المصري اقتصاديا، اللي انا اقدر اعمله ان انا ابتدي بيها بالتعليم، ان انا اوفر لها فرصه. انما اجانب كبنوك مش ده الدور اللي انا اقدر اعمله. الدور بتاع البنك ان هو يبص على المشروع يقدر يدي فرصه متكافئه. اللي انا اقدر اقوله ان هو دي مثلا حاجه، ودي للاسف انا هديكم تجربه قليمه جدا انا شفتها حصلت مع واحده ست. لو بنتكلم بقى على اللي انا اقدر اعمله ان انا لقيتها الفرصه، انا اقدر اعمل بروجكت هايل ومبادره هايله وفي الاخر ما استفدتش منها حاجه. ليه؟ لان الظروف مثلا بتاعت الست دي ما اهلتهاش ان هي تروح تتقدم ليه. فلازم يبقى في وعي كافي للسيدات ان هم يعرفوا ازاي يوصلوا للمشروع. مش بس اكتفي ان انا اعمل مبادره، لا انا لازم اعرف اوصل للست دي ازاي. مش بالضروره ان الست ده هي تكون بتتفرج على التلفزيون على فكره، مش بالضروره انها تكون بتقرا الجرايد. في حاجات تانية اقدر اوصل بيها للسيده اللي مثلا في المجتمعات البسيطه او في الارياف، اقدر اوصل لها عن طريق النوادي الاجتماعيه بتاعت البلاد دي، اقدر اوصل لها عن طريق حتى لو واحده ست رايحه بتصرف المعاش بتاعها، ولو واحده ست بتصرف مثلا لو لا قدر الله هي مثلا يعني عندها ظروف قهريه او عندها او بتروح البوسطه مثلا عشان تصرف مثلا لو هي مطلقه او حاجه زي كده. في مبادرات عندنا معموله للشمول المالي كامله بتخدم الستات والرجاله، زي مثلا ان حضرتك تحولي مثلا لو ليها شهريه معينه انها تحولها بالتليفون، دي هتقلل عليها من تكاليف الانتقال. دي مثلا دي حاجه تخدم ستات ورجاله.
انما خليني اكلمكم مثلا على حكايه حقيقيه حصلت ودي الترزيه هي كدور البنوك انها تخدم فيها. واحده سيده شابه صغيره غير متزوجه، حضرتك احنا لما بندي مشروع مثلا لما بنيجي ندرس مشروع علشان يديله تمويل بندرس الفيزيبيليتي بتاعت المشروع وبندرس برضو ازاي هنقدر الست هي تقدر هي او الراجل يقدروا ان هم يسددوا، لان دي برضو اجانب قلنا دي مسؤوليه بتاعت فلوس الموديلين. فواحده عندها بزنس بروجكت هاي حطت الايدياز بتاعتها وراحت رايحه متقدمه للبنك علشان تاخد تستفيد من مبادره بتاعت المشروعات الصغيره والمتوسطه. البنت رايحه بمشروع من المنسوجات اللي هي هتخيط هي واثنين ثلاثه من زمايلها عم هيعملوا المشروع ده واجيب المنسوجات ويبيعوا ممكن. راح تتكلم مع موظف البنك فقالت تحكي له ان هي مش متزوجه عندها 35 سنه وتديله الديموغرافيكس بتاعتها لان هو بيملى في ورقه ان هو كلاين لازم يبقى عارف هو بيتعامل مع مين. تدي له الديتيلز ان هي قاعده مع والدتها كذا 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 بتحكي له الديتيلز بتاعتها. الراجل من غير ما يدرى راح معلق لها قال لها انت بنتي هتتعبي نفسك ليه ما تروحي تتجوزي وتقعدي في البيت. دي بالنسبه لي حزينه قصه حزن لان واحده عندها مشروع هادف من غير لمجرد ان الراجل اللي بيتكلم معاها ما عندوش حس ان هو بيتكلم ازاي مع العميل بغض النظر ست او راجل. البنت اكشلي خدت نفسها روحت معيطه. سوري ان انا بحكي لكم حكايه غريبه جدا يعني راحت روحت معيطه وما عملتش المشروع بتاعها. ف المبادره حلوه قوي، الهدف حلو قوي، الناس كلهم عارفين يعملوا ايه وما يعملوش ايه، وقف عليهم. فالنهارده اللي احنا يعني شايفينه لازم يتعلم هو ده اوريدي ابتدينا فيه فعلا ان احنا بندرب الناس اللي هي بتتعامل مع العملاء بتتعلم ازاي بغض النظر ست او راجل. وارجع بقى في الموضوع دوت ممكن برضه ست كانت تقول لها الكلام ده مش موضوع ست او راجل. ست او راجل لازم نعلمهم ان احنا ازاي نتعامل مع المشاريع الحياديه. فاينانشال انكلوجن للستات او ان انت حضرتك تدي فرصه متكافئه لست او راجل علشان تخشيها في المجتمع الاقتصادي يبقى لازم تنمي الست والراجل. النهارده في عالميا مش بتكلم بس على دول متقدمه ومنتجه، لما حضرتك تيجي تتكلمي على ايكوال اوبورتيونيتي احنا ليه دايما بنتكلم على ايكوال اوبورتيونيتي للست بس؟ النهارده لما بنتكلم على تكافؤ الفرص يبقى تكافؤ الفرص للاثنين الست والراجل. لان الراجل والست شركاء في الاجتماع، شركاء مجتمعيين، شركاء في الاقتصاد، شركاء في كل حاجه. لو انا قعدت اركز على الست 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 وبعدين ما الحاجات البسيطه الصغيره قوي دي اللي هي بتقع مننا كلنا ما نبنيهاش عند الراجل برضه يعني هفوكس ازاي؟ انا دلوقتي للاسف شايفه القاعه مش مليانه قوي بس يعني معظم اللي فيها سيدات طبعا مش عارفين زمايلنا من الجنس الاخر الرجال بس من غير الرجاله عمر ما ولا ست ولا راجل هينفعوا ان هم يعملوا اي نوع من اي تطور. من فضلكم لما نيجي نتكلم على اي مشروع او اي حاجه هادفه يا ريت نتكلم على الست والراجل مش نتكلم عليهم كانهم حاجتين منفصلين. ما ينفعش انا كبنوك ما اقدرش ان انا ابص المشروع كده مشروع للست وده مشروع للراجل، ده مشروع في الاخر وفي الاول لازم يبقى له مشروع هادف وله اقدر ان انا يبقى فيه بينمي فعلا ويقدر له عائد اقتصادي وعائد اجتماعي عليا. ما اقدرش ابص له كده مش علشان انا عاوز اقول انا بنمي للست او بعمل للست هو عملها مشروع ويلا اديها، لان انا لو اديتها فلوس والمشروع ده على اساس انها ست والمشروع ده فشل هتفشل كل الستات التانية. انا لما بدي او بدخل حد في مشروع لازم ابقى انا دارسه المشروع ده كويس جدا ولازم هي عارفه ازاي ان هي تقدر تسدد وتقدر انها ترجع عشان ما يبقاش الريفلكشن بتاعها وحش على باقي الناس. ده لازم حاجه نطبقها تماما مش ان انا هدي مشروع عشان عاوزه عندي مثلا 20 مشروع عاوزه اديهم للستات اقول بدي 20 مشروع وانتهينا. لا انا مش مهم عندي ان هي دوت مدارس، المهم عندي ان الحاجات تبقى ناجحه وهادفه ما اقدرش ان انا اديها باي ذا سيم توبك. في نفس الوقت لازم ان انا يبقى الست ده هي اللي بتعلم معاها تبقى بالنسبه لي فرد مش ست او راجل فرد. ارجوكم لما نيجي نتكلم على الايكوال اوبورتيونيتي للست او وات ايفر لازم نفتكر ان احنا نبص للست والراجل مع بعض. شكرا على الكورس.
طبعا اثارت نقاط مهمه جدا على موضوع الاقراض في البنوك. طبعا ده على طول نحط قدامه مؤشرات الفاينانشال انكلوجن للومن، هنلاقي ان المؤشرات والارقام بتقول ان يعني ان الومن عندهم جندر جابس كبيره في مجال الحسابات البنكيه والاستفاده من الفرص المتاحه كتمويل. طبعا انا متفقه تماما مع الاستاذه غدا انه لما هنيجي في قواعد الاقراض بيراعى الاسس العلميه، لكن لازم تكون في جهات اخرى بتحدد الجندر جابس دي، اللي هي بتقول ليه الستات ما عندهاش قدره على انها تحصل على القروض صح؟ ليه هي ما عندهاش قدره انها تستفيد بالمبادرات الماليه وغير الماليه الموجوده؟ ويبقى في جهات بتدعم الستات دي عشان لما تقدم للبنك تقدم دراسه جدوى سليمه وتقدم حاجه تقدر بيها تاخد وتاخد نور عليها الجندر. وانا متفقه معاها ان الجندر جابس ممكن للذكور وممكن للاناث. يعني احنا انا فاكره وانا في مجلس الشورى وفي مجلس قومي المرأة كمان لقينا انه الراجل مظلوم في التأمينات الاجتماعية، قانون التأمينات الاجتماعية الراجل مظلوم فيه، فقدمنا طلبات اننا ده بالنسبة لنا gender gaps against men مش women، فقدمنا طلبات اننا نصلح الجندر جابس. فده فعلا المفهوم اللي احنا بنتبناه او علم الجندر بيتبناه بشكل عام. بس هنرجع لك تاني. دلوقتي هناخد كلمة الأستاذة سارة سعد من وزارة المالية على أيضا دور وزارة المالية في مواجهة أو في التمكين الاقتصادي للمرأة. اتفضل. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا لجميع الحضور. حقيقة شرف كبير إن احنا نكون موجودين معاكم النهارده. سريعا جدا لو احنا بنتكلم على الاقتصاد هو بتاع الاقتصاد هو رياضه، علم رياضه، لكن كمان معاه علم مالي داخل فيه تفصيلات مستهلكين وخلافه. ولو احنا بنتكلم على جندر جابس طبيعي جدا الفرضيه اللي انا هطرحها هي بمنتهى البساطه، لو احنا بنتكلم على المرأة في سوق العمل هل في مزيد من امكانيه للتمكين لها ولا لا؟ وبمنتهى البساطه تاني علشان في طبقات هائله غير مستغله، وده هنشوفه بالارقام. فسريعا جدا لو احنا بنتكلم على عالميا طبقا لمؤسسات عالميه زي الـ OECD، هم بيقولوا ان زياده تمكين المراه في سوق العمل بيزود لوحده في البلاد التابعه زي الصين هناك في حدود 6 مليار 6 تريليون كمان دولار. لو احنا بنتكلم على مصر وحبينا نطبقها كل فرضيه سريعا جدا وكده احب ان حضراتكم تكونوا معايا عشان يكون في تباعد في الاسئله. لو الارقام دي يعني شويه اكثر ضوء على وضع مصر، بنتكلم على التعليم، على سوق العمل، على وضعها في المناصب القياديه، فنقدر نقول تاني بمنتهى البساطه في التعليم انه بالفعل المراه بتقوم بعمل كبير جدا، ليها نشاط كبير جدا ليها في التعليم، هي ممثله بشكل كبير سواء كان في التعليم الثانوي 54%، لو احنا بنتكلم على الجامعات 51%، المتخرجات 53% من المسيدات، الماستر ديجري الماجستير والدكتوراه 51% 44%، هنتكلم على المتوسط 50% من السيدات. طيب لو ده انعكس على سوق العمل هو ده بقى سؤالنا. لو احنا بنتكلم على يعني ممكن حتى سريعا جدا هنا بنتكلم على الانبلويمنت، بنتكلم انه لو احنا بنتكلم على المناصب القياديه فاحنا بنقول انه لو احنا بنتكلم على المناصب القياديه في الدبلوماسيه احنا بنتكلم فقط ربع من 24.8%، لو احنا بنتكلم على المناصب القياديه في الضرائب الرسميه ورؤساء كبير تقريبا 18%، لو احنا بنتكلم على الناشونال بلاس اوثورتي الكابينت الحكومه فقط 24%، عدد القضاة السيدات 66 فقط، واحنا بنتكلم كمان على 8% هم وزارات سيدات. طيب ايه الفجوه بقى اللي احنا عايزين نكسبها؟ بمنتهى البساطه زي ما احنا شايفين هنا، قبل ما اقول ده بسرعه، ايه اللي ممكن تعمله الست لو هي اتحطت في مناصب قياديه؟ هنلاقي ان عالميا وحسب احدث التقارير في 2018 مع
سواء كان البنك الدولي او الاي اف سي. احنا بنتكلم على لما بتبقى المراه في مجلس اداره اي شركه، المعدل العائد على الاسس، المعدل العائد على الاصول، معدل العائد على الاسس، معدل العائد على حتى الريتيرن على الانفستمنت ستريم، احنا بنتكلم 2% زياده و4% زياده و5% زياده. لو احنا اتكلمنا في كل ده فينا نطبقه على مصر، شفنا تاني نفس المؤسسات دي هنلاقي الرقم الجميل اللي انتوا شايفينه تحت ده. تخيلوا بقى الفجوه لو هنتكلم على ربع فقط في معدل، واحنا شفنا قد ايه في التعليم 5% فقط ربع ممثل او 18 او حتى خلافه، احنا بنتكلم على 32% زياده في الناتج المحلي الاجمالي فقط بتمكين المراه في سوق العمل. انا مش بتكلم على اي حاجه ثانيه غير حتى سوق العمل ده بالاطراف. احنا اللي احنا بنقوله النهارده بكل بساطه ان كل مراه، وخصوصا انا بحيي طبعا الجميع الممثلين زي ما قلنا رجال وستات، ان انتوا واضح المثابره ان انتوا قاعدين معانا ده لوحده شرف لينا، فاحنا بنحييكم عارفين ليكم دور كبير جدا. بس انا ايماني متواضع انه ما زال هناك كثير للمراه ممكن تقدمه في مجتمعنا. عندنا كثير من الطاقات الهائله غير مستغله، احنا بس محتاجين شويه ايمان ونتشجع مع بعض. فالنهارده اللي انا بدعوكم ليه انه يكون في شبكه من المؤمنين، لو نقدر نقول كده، نقدر نشوف بعض، نقدر احنا اللي احنا عرفناه بالمعرفه نقدر نوصله لغيرنا، وفي نفس الوقت نقدر نساعد في سيدات اخريات، او زي ما احنا بنقول تعاون مستمر بزياده ما بين الرجال والسيدات. احنا ما ينفعش فعلا زي ما الدكتوره غاده بتقول نركز فقط على السيدات، لكن ينفع نقول ان لو في طاقات هائله غير مستغله يمكن ندي فرص، والفرص دي انا اعتقد يعني بشكل يعني متواضع جدا انه لما المراه بتتمكن هي اللي بتمكن الرجل هو ايضا. ده اللي بتعمله على فكره وزاره الماليه الاول من خلال الوحده اللي انا بشرف برئاسيتها، هي الوحده الاولى من نوعها للشفافيه والمشاركه المجتمعيه بالتعاون مع وحده تكافؤ الفرص الحقيقيه. احنا بنقوم مجهود كبير جدا اولا تمكين المراه داخل وزاره الماليه، وجودي هنا هو مثل بسيط جدا على ازاي ان في ايمان حقيقي بتولي المراه لمناصب كثيره. عندنا الحقيقه كثير من الفعاليات اللي بنعملها لأول حاجه رفع الوعي. احنا عندنا مبادره اسمها حقك تعرف مصدر بلدك بالتشارك مع اليونيسيف واليو اس اي دي والمعونه المائيه وكمان وورد بانك، بنعمل حاجه اسمها الموازنه التشاركيه، وهنعمل برامج مخصصه للسيدات مع بالتشارك مع مبادره كبيره جدا مع مجلس قوم المراه بعنوان دولي. والحقيقه احنا بندعوكم كلكم تتشاركوا معانا مع وزاره الماليه مع اللي احنا بنعمله، وبالتكامل مع كل الفعاليات والجهود اللي بتقوم بيها الدوله. احنا بس محتاجين حاجتين نصدق ونشوف بعض، لانه كل امراه اتولدت بكم مواهب فضائيه. طبعا اداره الاموال في البيوت ده حتى تكافل الكرامه ممكن تكلمنا دكتوره نفس ازاي اللي بياخد المعاش هو السيده، لايماننا انه حقيقي هي عندها يمكن نقدر نقول مواهب طبيعيه لان يديها الله عليها في الحكمه في اداره الاموال وبالذات اتخاذ قرارات للاطفال، دي حاجه مثبته عالميه حتى لو كانت بسيطه. احنا بالنسبه لوزاره الماليه جوه الموازنه عندنا موازنه مستقيمه للجوع، الحقيقه بنقول كثير من الاهتمام ب يعني بعض من البرامج المهدفه للمراه، طبعا هتتكلم عنها اكثر دكتوره نانسي. بس انا كمان ستسالني برضه مش دكتوره بس في المراه العامله، عندنا اهتمام كبير جدا بتكافؤ الكرامه، عندنا معاش الضمانه الاجتماعي، صحه المراه ما نقوم به على مستوى الدوله من خلال التامين الصحي الشامل اللي احنا بنقدمه، او كمان من خلال مبادره مليون صحه، مبادره صحه المراه هي اهتمام اصيل معكوس عندنا كمان في ارقام الموازنه اللي احنا ببساطه دور وزاره الماليه هو اداره اموال الدوله وتعظيم الاستفاده والعائد على اصول الدوله. انا بشكركم تاني شكرا جزيلا، ويشرفني لما تدخلوا على الموقع الالكتروني التفاعلي الخاص بالمبادره هو www.budget.gov.mozna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 .g
الاحتياج لمجموعه من الرفضيات الصغيره وعنوانها موازنه المواطن. شكرا جزيلا تاني. شكرا جزيلا استاذه ساره. والان ننتقل استاذه نانسي من وزاره التضامن. اتفضلي. مساء الخير.
برحب بالسادة الحضور وأعضاء المنصة، أهلا بكم. وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة هي ليها دور فعال جدا وتمتلك مجموعة من السياسات الكثيرة جدا اللي بتوجه للمرأة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة بجميع الطوائف بتاعتها، سواء كانت رفقة أسرة أو امرأة معيلة أو امرأة معلقة. وزارة التضامن بتعمل على إن هي بتقدم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بتحاول إن هي تخلق من السيدة بدل ما تكون هي متلقية بس للدعم المادي، تكون إنسانة منتجة ترفع من الدخل الاقتصادي لأسرتها، إزاي تربي أطفالها، إزاي تتعامل مع المجتمع، بنرفع لها الوعي الاقتصادي والاجتماعي بتاعها. إحنا عندنا مجموعة مشاريع كتيرة جدا في الوزارة هي كلها موجهة للمرأة. إحنا عندنا 75% بتواجه السيدات، 25% بتواجه للرجال. إحنا طبعاً مش ناسين الرجال زي ما حضرتك قلتي، بس هي وزارة التضامن الاجتماعي بتهتم فعلاً بالسيدة أكتر. عندنا مشروعات تنمية مرأة ريفية، دي منفذة على مستوى 27 محافظة، 24 سوري باعتبار إن القاهرة واسكندرية وبورسعيد مدن حضرية، فإحنا بنشتغل أكتر على المرأة الريفية. عندنا مشروع الحد من الفقر، عندنا مشروع مسطورة تبع بنك ناصر، عندنا مشروع أمهات المدارس أو أطفال المدارس المجتمعية، في عندنا المشروعات الخاصة بالمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع، في عندنا المشروع اللي لسه جديد وهو تبع مؤسسة قومية ودوت منفذ في القاهرة الكبرى وبدأنا فيه بالجيزة. في عندنا جمعيات الأسر المنتجة حوالي 27 جمعية على مستوى الجمهورية، في عندنا 71 مركز إعداد تكوين مهني دوت بيكون خاص بالرجال أو بالشباب. إحنا بنحاول قدر الإمكان إن إحنا بنعمل عمليات توعوية للشباب وللفتيات. يمكن الأستاذة وزارة المالية قلت على مشروع أو مبادرة توعية إحنا شركة فيها، وإحنا يعني في موضوع المسطورة، في برنامج تكافل وكرامة محقق مبالغ طائلة. يعني لو هيكون في سؤال أنتوا تعرفوا قد إيه إحنا كم سيدة مستفيدة من تكافل وكرامة، المبالغ اللي بتطلع قد إيه في الشهرية. عندنا مشروعات كتير جدا سواء كان انتاج حيواني او تجاري او خدمي، كل ده بيتم من خلال المشروعات اللي تقوم بها وزاره التضامن الاجتماعي وبالاخص بتشرف عليها او بتنفذ من خلال الاداره العامه لشؤون المراه، وهي احدى الادارات التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي اللي بتكون منوطه بتنفيذ سياسه الوزاره في كيفيه وصول المشاريع او المشروعات ديت للسيده وهي في مكانها، وده بيتم من خلال الرائدات الاجتماعيات. احنا عندنا حوالي 1900 رائده اجتماعيه على مستوى الجمهوريه، هي بتوصل لغايه الست وهي قاعده في بيتها وبتقول لها تعالي انت محتاجه ايه؟ ايه الخدمات اللي ممكن اقدمها لك؟ سواء كانت من الوحده الاجتماعيه او الاداره الاجتماعيه اللي هي تابعه ليها. عندنا انديه نسائيه علشان خاطر السيدات يقدروا ان هم يتثقفوا من خلالها بكل المجالات المتاحه والقضايا المطروحه على الساحه. في كمان عندنا مراكز استضافه وتوجيه المراه، دول 8 مراكز على مستوى الجمهوريه بنستقبل فيها المراه المعنفه او اللي بيقع عليها عنف من اي مكان، سواء كان أسرتها في البيت لو هي مش متزوجة، أو لو كان من زوجها لو هي متزوجة، أو لو ست كبيرة من أحد أبنائها إحنا بنستضيفها. لو هي وصلت لأن هي تكون مسنة بنعمل لها عملية إحالة لدار المسنين تبع الوزارة. لو هي غير مسنة هي بتكون قاعدة عندنا في الدار وبنحاول نحل مشكلتها، بنحاول نمكنها اقتصادي من خلال مجموعة مشروعات احنا بنشوف هي تقدر تقوم بايه وتعمل ايه، ننميها ازاي، نعلق بفكرها ازاي ان هي تقدر تكون معتمدة على نفسها عشان ما تتعرضش للعنف من اي حد سواء كان اسرتها او زوجها او ابنائها. تقريبا ده موجز سريع جدا للخدمات اللي بتقدم من خلال وزارة
التضامن الاجتماعي، ولو في اي تساؤل لاي ارقام حابين انتم تعرفوها او مبالغ معينه مرصوده من خلال الوزاره بتطلع شهريا وسنويا انا تحت امركم. شكرا. شكرا استاذه نانسي. والحقيقه يمكن وزاره التضامن الاجتماعي من اكثر الوزارات بتستهدف المرأة بشكل كبير وعندها أدوات كبيرة جدا. أنا مش بتكلم بس على الرائدات الريفيات ودول مهمين ودورهم مهم جدا، وأنا دايما بتمنى إنه يفعل هذا الدور. يعني دائما إحنا بنتكلم على أدوار، لكن أنا كتير في حالات كنت بنزل أشوف الرائدات الحقيقة برضو أجورهم لسه عايزة تتظبط، محتاجين تفعيل أدائهم. يعني كل ده بيبقى فيه تجويد مستمر عشان فعلا الوزاره لها دور مهم. والاكثر اهميه دور وزاره التضامن، وحبيبتي في النهايه الفرصه للتعقيب من المنصه بعد ما حضراتكم تطرحوا اسئلتكم، الاكثر اهميه ان وزاره التضامن هي اللي بتشرف على الجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه. واحنا بنتكلم عن المرأة الحقيقة في دور فاعل للمؤسسات الأهلية. فالسؤال بقى مطروح اللي عايزين مشاركة حضراتكم فيه هو بعد هذا الطرح، هل من الممكن لنا نفعل أكثر المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية كضمانة أساسية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفقر، العدالة في توزيع الدخل؟ دي كلها قضايا بنتمنى ان نسمع رأيكم فيها. ولو سمحتوا اللي هيطلب الكلمه بيعرف نفسه، بيقول السؤال، بيقول السؤال موجه لمين. وبعد كده بناخد ثلاث اسئله وبنرجع للمنصه نجاوب وبعدين بنعود مره اخرى. هل في اي اسئله حضراتكم؟ اتفضل حضرتك. أنا جلال زكي، أستاذ ممارس الاتصالات التسويقية المتكاملة. بالنسبة لتمكين المرأة عملت حاجة في الأردن تبع UN Women Gender Equity Seal، دربنا 9 شركات هناك كبيرة جدا في الأردن. فأنا مستعد أعمل، أنا بعمل ورش عمل 4 أيام وعملتها للناشونال كونسل فور ويمن. I would be happy to volunteer 4 days of my time for Nancy. Telephone can be ringing, okay. شكرا جزيلا. وانا سعيدني انا كمان بصراحه ان احنا نتواصل مع حضرتك، لان احنا بنكمل شغل مع الميزه اللي بتبقى لنا، فاحنا نقصد ان حضرتك تبقى مفيده جدا. واحنا بالنسبه لنا في وزاره التضامن الاجتماعي احنا بصفه دائما في ورش عمل لجميع العاملين في مشروعاتنا، ان احنا دايما بنعلى ونشوف ايه احتياجاتهم، فاحنا كلنا شرف برضه للتعاون مع حضرتك. مساء الخير، انا فاطمه معز مؤسسه موقع عيد وموسيا يوتيوب. هو مش سؤال اكتر من ان انا عندي اجابه او شبه عندي اجابه لسؤال حضرتك، ليه الستات مش يعني مش تمكين كبير اقتصادي؟ في رايي ان السبب الشريحه كدوركم كمؤسسات حكوميه شغالين عليها، في الاغلب انتم مهتمين، وده فعلا دور المفروض يتقال، يعني ان امي بالطبقه المهمشه، على اساس ان بعد كده هتبقى هي اللي بتستثمر نفسها، هي اللي بتعين نفسها. لكن ليه ما بيبقاش في استثمار؟ او ده اللي انا بقترحه، ان الاستثمار يبقى على الطبقات الاعلى، الطبقات المتوسطه وفوق المتوسطه. ليه بقول كده؟ اولا دي بيبقى عندها مستوى تعليم اعلى، فبيبقى عندها اجابات لفكره. اول سؤال اللي دايما بتسال في اي مشروع بتقدميه، انت هتعملي استمراريه ازاي؟ بتهيألي هي في مستوى تعليمها هيبقى عندها اجابه للسؤال بتاع حضرتك. تاني حاجه، هم ممكن يكون عندهم افكار اوت اوف بوكس، بمعنى ان هنخرج بره المشاريع التقليديه اللي ممكن تكون بتتقدم. افكار ممكن تكون الستارت بتاعها بسيط والعائد بتاعها عالي، لان هي ممكن تكون اوير بقى بالسوشيال ميديا واوير بكل التكنولوجيا الجديده اللي ممكن تخليكي تبتدي وانت قاعده في بيتك. فده متهيألي ان لو ابتدينا نشتغل على الطبقه الاعلى من المهمشه هيبقى التمكين اكتر، وخاصه ان البنات دلوقتي بقى عندها كمان الرغبه وعندها الطموح انها هي مش
هي عايزه هي تعمل نفسها. فده في رايي السبب او اقتراح يعني، وبرضه احب اسمع رايك. ده اقتراح الحقيقه مفيد جدا، هو بس يعني المفروض ان اي استراتيجيه لتمكين المراه بتراعي كل الفئات، يعني بمعنى انها لازم يبقى عندها مرونه وتيلر بروجرامز للتعامل مع كله، ابتداء من الطبقه الفقيره، الطبقه المتوسطه، الطبقه العليا، لان كل استهداف بيبقى له الطريقه او التولز اللي بتستخدم تتناسب مع الاحتياجات اللي هي الميدز والغولز، كل ده لازم يأخذ في الاعتبار كجندر برسبكتيف. فانا متفقة معك تماما، وهي قضية قضية لو احنا اهتمينا بالكل حاجاتك تطلع حاجات كتيرة جدا، يعني يكون لها انعكاسات ايجابية. اسئلة اخرى؟ فرصة متكافئة فعلا علشان
ده الكلمة اللي انا بقولها، اللي هو انا عشان امكن الست لازم امكن الراجل كمان، لازم الدور الاجتماعي بتاعه يبقى واضح وصريح، علشان الراجل اللي هو جه يديها قرض في البنك ما يقولهاش كلمة زي اللي قالها لها دي. مبدئيا هي لو هي عارفة حقوقها ما كانتش عيطت ومشت، دي كانت في لحظتها ردت عليه طلب انتقال المدير. انا القصه دي عرفتها لان هي في يوم من الايام راحت جايه لنا بتقول لي تخيلي يا دكتوره حصل فيها كذا كذا كذا. دي لو عارفه حقها ما كانتش مشيت، لان انا كبنك ما بفرقش منها من الراجل خالص. بالعكس انا هقول لحضرتك على حاجه، ان احنا في قطاع مصرفي مثلا احنا عاملين مبادرات مع الدكتوره مايا مرسي على اساس ان احنا ننمي ممكن مثلا او ننمي القدرات بتاعت السيدات، انما كبنك كموظفه في البنك ما اقدرش اميز بين راجل وست. الحاجه الوحيده اللي ممكن نقدمها از برودكت لست بس كده لوحدها هتبقى كارت بامبا مثلا الفيزا بتاعها كبرودكت، مش انت ست وانت راجل. انا بقيم مشروع لاي مش ست او راجل. حاجه ثانيه برضه الاهم من الكلام ده، ان انت لما حضرتك تيجي تتعاملي مع بنك يعني ممكن يعمل انيشيتيف للجميع، انما هتضحكوا على حاجه ان اكشلي لما ست بتلتزم بمشروع حتى لو بنتكلم على حتى الجمعيات نسبه السداد عند الستات اعلى بكتير جدا من نسبه الرجاله جدا. ليه؟ لان برضه الاحساس المجتمع بتاعها برضه بصراحه هو برضه في عامل سيكولوجي على الموضوع اللي هو بتحس ان انا هيبقى شكلي ايه لو ما نفعش. الراجل برضه سيكولوجيا انا ده اللي انا نفسي ده انا دي النقطه اللي انا دايما برجع لها، لازم الاحساس بالمسؤوليه الست والراجل يبقى عندهم نفس الاحساس. الست بتلتزم اكتر علشان حاسه ان هي لو ما سددتش يبقى شكلها وحش، الراجل من عنده ما يلتزمش علشان مش فاهم معاش. ده غلط، لكن ده غلط. فعلشان كده بطالب ودايما بقول يا جماعه بليز نركز على الستات والرجاله مش على الستات بس، لان الراجل ممكن يوقف كل حاجه. لو انا مهتمه الست والراجل ممكن يوقف كل حاجه لانه شريكي. شكرا جزيلا. هو انا ممكن تمام. شكرا جزيلا. في اي اضافات او تعقيبات اخرى من حضراتكم؟ عشان احنا مطالبين ان احنا نخلص السيشن مدتها ساعه. يعني بنشكركم شكرا جزيلا. بشكر المتحدثات المنصه على المشاركه، ويمكن لو هنقول ملخص للحوار بتاعنا النهارده فاحنا يعني عايزين نركز على اهميه المشاركه الاقتصاديه، عايزين كلنا يكون لنا يعني واعيين باهميه المشاركه الاقتصاديه للمراه المصريه. احنا عندنا يعني في علاقه بين المشاركه الاقتصاديه ومشاركه المراه في قوه العمل. يعني هتلاقي مثلا ان كتير من البنات والسيدات ما بيطلبوش فرصه عمل اصلا، وبالتالي دي معناها طاقات اقتصاديه معطله، قد تكون بترعى اسرتها، قد تكون بتشتغل عمل غير رسمي، قد تكون عندنا نسبه العماله اللي هي غير مدفوعه الاجر من النساء في
التكليف عالية جدا، وبالتالي ده بيشير كله إلى إن المرأة مش بتبذل جهد ولا تأخذ مقابله عائد مادي. دي نقطة مهمة جدا جدا، وفي عندنا دراسات كثيرة جدا اقتصاديا بتحسب العائد المادي لعمل المرأة في مجالات كثيرة غير مدفوعة الأرض. لكن بشكل عام احنا محتاجين للانتربرنورشيب، محتاجين للمشروعات الصغيرة، محتاجين لأن يعني الدراسات كلها بتشير ان في ظل الظروف اللي بتعاني منها المرأة المصرية اكتر وسيلة مناسبة لها انها تعمل مشروع صغير او متناهي الصغر، لانه ده بيتيح لها فرصة انها تنظم وقتها افضل وتقدر ترعى منزلها مع انها تشوف المشروع بتاعها. ده بيتطلب اليات غير تقليدية عشان نقدر نوفر هذه الفرص والمجالات. وبالتالي يعني النهاردة احنا شفنا امثلة كثيرة جدا من لأدوار الوزارات، يمكن الأسر المنتجة وغيرها كلها برامج واعدة جدا، ولكن احنا محتاجين اليات للتنسيق والتكامل وأدوار اكثر فعالية للمجتمع المدني عشان نقدر نلاقي اثر ملموس للمشاركة الاقتصادية للمرأة. بشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى للجميع التوفيق ولمصرنا الغالية ان شاء الله كل خير وتقدم باذن الله.